السلام عليكم، مرحبا بكم في درس التعداد. حصة اليوم ان شاء الله غنتكلموا على الاعداد ان عاملي ابي من ان وسي بي من ان. اذا غنبداو بان عاملي. ان عاملي حسب العلاقه هي ان مضروبه في ان ناقص واحد مضروبه في ان ناقص جوج مضروبه نقط جوج في مضروبه في واحد. اذا مثلا خمسة عاملي تساوي خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنان في واحد. اصطلاحا صفر عاملي كيساوي لنا واحد، واحد عاملي كتساوي لنا واحد. ان خصها تنتمي لان اطوال، يعني ان تكون عدد صحيح طبيعي. خمسة مثلا عاملي يمكن لي نكتبها، لاحظوا معايا هنا عندنا أربعة في ثلاثة في جوج في واحد، إذا يمكن لي نكتبها على شكل خمسة، والجداء اللي بقى لي كيمكن لي نكتبها على شكل أربعة عاملي. كذلك يمكن لي نكتبها على شكل أربعة خمسة في أربعة، والجداء اللي بقى ثلاثة في جوج في واحد يمكن لي نكتبها على شكل ثلاثة عاملي. أبي من أن، أ بي من أن. إذا أ بي من أن كتساوي لنا أن عاملي على أن ناقص بي عاملي. وكذلك كاينة علاقة أخرى اللي كيمكن لي نستعملها، هي أن مضروبة في أن ناقص واحد مضروبة نقط حتى الأن ناقص بي زائد واحد. هنا كشرط أن خصها تكون أصغر من أو لأكبر من أو تساوي بي. إذا ميمكنش تكون عندي مثلا أ ثلاثة من جوج، دائما إن خصها تكون أكبر أو تساوي بي. إذا ناخدو أمثلة، عندنا أ ثلاثة من خمسة، يمكن لي نطبق العلاقة الثانية هي خمسة، خمسة ناقص واحد هي أربعة، وخمسة ناقص يعني ان ناقص بي زائد واحد، يعني خمسة ناقص ثلاثة زائد واحد هي يعني ثلاثة. إذا هذه العلاقة. كذلك يمكن لي نحسبها باستعمال العلاقة الأولى، يعني أ ثلاثة من خمسة هي خمسة فاكتوريال على خمسة ناقص ثلاثة فاكتوريال هي جوج فاكتوريال. خمسة فاكتوريال يمكن لي نكتبها على شكل خمسة في أربعة في ثلاثة في جوج فاكتوريال على جوج فاكتوريال. إذا كنختزلو بجوج فاكتوريال كيبقى لنا خمسة في ربعة في ثلاثة. بالنسبة لـ أ يمكن نحسبها باستعمال الآلة الحاسبة. في الآلة الحاسبة كنلقاو واحد الزر مكتوبة فيه أن بي آر. إذا إلا بغينا نحسبو مثلا أ ثلاثة من خمسة، كنكتب خمسة هي الأولى وكنستعمل الزر ديال أن بي آر، ومن بعد كندير ثلاثة. إذا بشكل عام كندير بي، كندير ان، وكندير الزر ان بي ار، وعاد كندير بي، وكتعطينا النتيجة اللي سنقلبو عليها. الآن سي بي من ان، إذا سي بي من ان حسب العلاقة، فسي بي من ان كذلك هنا ان ضروري تكون أكبر أو تساوي بي. إذن هي أ بي من أن على بي فاكتوريال، أو هي أن فاكتوريال على بي فاكتوريال أن ناقص بي فاكتوريال. ناخدو أمثلة، ناخدو مثلا سي ثلاثة من خمسة. إذن قلنا أن فاكتوريال يعني خمسة فاكتوريال على خمسة على ثلاثة فاكتوريال، خمسة ناقص ثلاثة اللي هي جوج فاكتوريال. هنا يمكن لي نفكك، إذا خمسة هي على خمسة في ربعة في ثلاثة فاكتوريال على ثلاثة فاكتوريال مضروبة في جوج فاكتوريال. إذا يمكن نختزلو بثلاثة فاكتوريال كيبقى لنا خمسة في ربعة على جوج، أي تساوي عشرة. عندنا كذلك مجموعة من العلاقات الخاصة، سي ان من ان تساوي واحد، وسي واحد من ان تساوي ان. إذا هنا يمكننا
نستعملوا هاد العلاقة إلا بغينا نبينوا هاد العلاقات الخاصة. كذلك سي زيرو من ان تساوي واحد، و سي ان ناقص واحد من ان تساوي ان، سي بي من ان تساوي سي ان ناقص بي من ان. وكذلك عندنا العلاقة سي بي ناقص واحد من ان زائد سي بي من ان تساوي سي بي من ان زائد واحد. بالنسبة للسي إلا بغينا نحسبها باستعمال الآلة الحاسبة، عندي كذلك واحد الزر مكتوبة فيه ان سي ار، وبنفس الطريقة كنحسبو. إذا عندنا مثلا إلا بغينا نحسبو سي ثلاثة من خمسة، كندير خمسة هي الأولى، كندير زر ان سي ار، وكندير العدد ثلاثة، وكنصفي على النتيجة المطلوبة. إذا دائما كنبدأ من تحت للفوق، كندير خمسة من بعد ان سي ار من بعد ثلاثة.